بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح حرف جديد من منهج اللغة العربية للصف الأول الابتدائي. وكما تعودنا قبل ما نشرح الحرف الجديد إن شاء الله نعمل مراجعة بسيطة على الحروف السابقة. أول حرف أخذناه حرف الألف، ثم الميم، ميم، ثم باء، ثم فاء، نون، لام، حاء، را، تاء، سين، جيم، زاد، دال، قاف. ونحاول نراجع للتلميذ مراجعة بسيطة على الحروف السابقة. ممكن آخر حرف خدناه حرف القاف. حرف القاف ده اسمه ايه؟ قاف. قاف، ولو وضعنا فوقه فتحة قا قا. طيب وده حرف ايه؟ ميم. ميم، ولو وضعنا فوقه فتحة ما. اقرأ الاثنين مع بعض. قام. قام. حرف الراء. اقرأ الكلمة. قمر. 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 ثم كلمة نمل نقطعها إلى أصوات. أول حرف معايا نا. 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 زائد نا. نم. نم. حرف الميم. نم زائد لام. نمل. نمل. تحلل الكلمة إلى أصوات بهذا الشكل. حرفنا النهاردة إن شاء الله حرف طاء. حرف إيه؟ طاء. اسمه طاء. اسمه إيه؟ طاء. 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 ممكن حرف الطاء يأتي في كلمة طبيب. طاء فوقه فتحة. طاء. طبيب. طبيب. طاء. طاء. وممكن فوقه ضمة. طو. طيور. طو. طيور. طو. طيور. طو. طيور. وتحته كسرة مثل طي. طفل. طي. طفل. طي. طفل. طي. طفل. أو ساكنا قطن. قطن. الط. الط. حرف الطاء يأتي ساكنا في كلمة قطن. ممكن تجيب كلمة تاني؟ أطفال. ممتاز. أطفال. هل حرف الطاء له صوت واحد؟ لا، له عدة أصوات، منها صوت طا. طماطم. طا. طماطم. طا. طماطم. أو طي. طفل. طفل. طي. طفل. طفل. طو. طيور. طو. طيور. قصة الحرف. ذهب طارق إلى محل الألعاب فوجد تلميذا يشير إلى طيارة ورقية على الرف ويقول لأمه طط طط. فضحك طارق وردد مع التلميذ طط طط طط. حرف الطاء يأتي ساكنا الط. ينطق ساكنا الط. 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 وهو من الحروف المفخمة والحروف أيضا المقلقلة. يقلقل الط. الط. ويفخم تملى بيه فمك الط. حرف الطاء. نكتب حرف الطاء مع بعض. طا. 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 حرف الطاء شكله منفصل مثل الشكل الأول، أما شكله متصل في وسط الكلمة وأولها بهذا الشكل الثاني. علّوا مع بعض حرف الطاء. طاء. 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 حرف الطاء مثل كلمة طاء. طبيب. 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 والفرق بينه وبين حرف التاء أن حرف التاء مرقق، أما حرف الطاء مفخم. طاء وتاء. انطق معايا. طاء. طاء. تاء. تاء. طاء. طاء. تاء. 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 طاء. تاء. طاء. طاء. تاء. طاء. تاء. الفرق بين حرف الطاء أنه مفخم، أما حرف التاء حرف مرقق لا بد من ترقيقه. تاء. تاج. أما طاء. طبيب. وهكذا. ننتقل إلى الأنشطة. نشاط واحد. ارسم أشياء بها صوت حرف طاء. يرسم التلميذ أشياء بها صوت طاء. يرسم طبق. طاء. طبق. طاء. طبق. أو طماطم. طماطم. أو طفل. أو طفل. أو طيور. أو طيور. يرسم أشياء بها صوت حرف طاء. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي. يحدد العلاقة بين شكل الحرف وصوته ويعبر بالرسم. نشاط 2. انطق وارسم دائرة حول الصوت المناسب. أول صورة معايا صورة ايه؟
طبيب. ممتاز. طا. طب انتج معايا الكلمة. طا طبيب. يا ترى نضع دائرة على الطا ولا الطي ولا الطو ولا الط؟ طا. 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 اسمع الكلمة. طا. طا. نرسم دائرة حول حرف طا. تاني صورة معايا، صورة طيور. تو. طيور. نرسم دائرة على طا، تنفع طا طيور، ما تنفع طب طي طيور، لا، لكن هي تو طيور. نرسم دائرة حول تو. تالت صورة معايا، صورة طفل. طفل. حرف الطاء مكسور ام مفتوح ام مضموم؟ طفل. طي طفل. ممتاز. تحته كسرة، نرسم دائرة حول طي. رابع صورة معايا، صورة قطن. صورة ايه؟ قطن. فم صوت الطاء ساكن. اسم ممتاز. ما ينفعش طاء، لان قطا لا، ولا قيطي ولا قطو، ولكن هي قط قط. الطاء ساكنة، نرسم دائرة حول الط. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي، ينطق ويميز الحركات القصيرة. يكتب المعلم على السبورة طفل، بطن، قط، نشاط. هذه الكلمات بها حرف طاء. 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 في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. في آخر الكلمة شكله هكذا، أما شكله متصل في أول الكلمة مثل كلمة طفل أو بط، وهكذا يكتب حرف طاء على السطر لا ينزل على السطر. نشاط ثلاثة، استمع وارسم دائرة مكان صوت طاء. أول صورة معايا، صورة إيه؟ طاء. طبق. ممتاز. حرف الطاء فين؟ في أول الكلمة أم وسط الكلمة أم آخر الكلمة؟ اسمع كده، طا طا طا. طبق. في أول الكلمة. ممتاز. أول الكلمة، نرسم دائرة أول الكلمة. مطر. تاني صورة معايا، ممتاز، مطر. ما ما أول الكلمة طاء؟ لا. طب ما طا؟ ما طا في وسط الكلمة. ممتاز، نرسم دائرة وسط الكلمة، مطر. تالت صورة معايا، قط. في آخر الكلمة. ممتاز. في آخر الكلمة، قط. نرسم دائرة آخر الكلمة. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي، يحل أصوات أول ووسط وآخر الكلمات المنطوقة. قصة الحرف. قصة طارق. طارق ولد طيب يحب مساعدة الآخرين. في يوم وهو في الحديقة وجد تلميذا يبكي خائفا من القطة، فذهب إليه وطمأنه أن القطة لن تؤذيه. أحضر طارق طعاما للقطة وطمأن التلميذ الصغير. نلاحظ حرف طاء في أول الكلمة وفي وسط الكلمة، يكون شكله هكذا. نشاط 3 باء، استمع ثم ارسم دائرة حول حرف طاء فيما يلي. كلمة طارق بها حرف طاء؟ نعم. في أول الكلمة أو وسطها أم آخرها؟ في أول الكلمة. ممتاز، نرسم دائرة على حرف طاء في أول الكلمة. طا. 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 كلمة طيب في أول الكلمة. ممتاز، طيب، طا. كلمة طفل في أول الكلمة. أحسنت، طفل. قط في آخر الكلمة. ممتاز، نرسم دائرة على حرف طاء آخر الكلمة. قط. طمأنه. طا. طمأنه في أول الكلمة. أحسنت، نرسم دائرة أول الكلمة. الهدف يحدد شكل الحرف في مجموعة من الكلمات. نشاط 4، اكتب حرف طاء. حرف الطاء يأتي شكله منفصل وشكله متصل. أول صوت معايا، طا. 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 وهذا شكله منفصل ومتصل. طو. 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 طي. 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 قط. 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 والهدف من هذا النشاط كتابة، يكتب حروفا عربية، تتبع وتقليد بصورة مستقلة. نشاط 5، انظر إلى الصور واكتب حرف طاء مع الضبط بالشكل. أول صورة معايا، صورة إيه؟ طماطم. ممتاز. طيب حرف الطاء، يا ترى أنا لما أقول طاء طماطم ولا طي طماطم ولا طو؟ طماطم. طاء. ممتاز، نضع حرف الطاء وفوقها فتحة. طاء طماطم. طيب تاني صورة معايا، صورة قطن. الطاء سكون. ممتاز، قطن. قطن. الطاء ساكنة، قطن. قطن.
نكتب الطاء وفوقه سكون. ثالث صورة طو، طيور. طو الطاء ضمت فم. ممتاز، لان انا ضمت فم في النطق فاذا فوقها ضمة. طو نكتب طاء وفوقها ضمة. طي طفل. طي طاء مكسورة. احسنت، نكتب طاء وتحتها كسرة. طي. الهدف من هذا النشاط وعي صوتي وكتابة، يميز أصوات الحروف في الكلمات المنطوقة. نشاط 6، كون كلمات من الحروف التالية مع ضبط الحروف بالشكل. أول صورة، صورة إيه؟ بط. بط. صورة بط عايزين نعرفها بتبدأ بحرف إيه؟ باء. 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 بط. ممتاز، يبقى أول حرف معايا الباء. الباء. أكتب حرف باء. تاني صوت معايا بط. بط. الطاء. احسنت، نكتب حرف طاء واذا تقرا بط. تقرا ايه؟ بط. 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 طيب تاني صوره معايا قط. قط. احسنت، قط اول صوت قي 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 قي. القاف. ممتاز، نكتب حرف القاف قي. قط. بعد كده الطاء. احسنت، قط. نكتب حرف طاء وتنطق قط. ثالث صورة معايا قلم بط. تلميذ، تلميذ يمسك بطنه. طب اذا المقصود كلمة بطن، المقصود كلمة بطن. طيب بطن تبدأ بحرفية باء. باء. بطن. ممتاز، وتاني حرف بط. ممتاز، بط. بط. النون. النون. ممتاز، بطن. ثالث صورة معايا مطر. 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 ما تبدأ بحرف ايه؟ الميم. الميم. ما. ما نكتب حرف الميم. تاني صوت مط. 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 طا. طا. حرف ايه؟ ممتاز، مش تاء، انا مش بقول متى، بقول مط. طا. حرف الطا. مط. تالت صوت مطر. احسنت، حرف الراء مطر. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي وكتابة، يدمج أصوات الحروف ليكون كلمة. نشاط 7، اكتب ما يملى عليك. وفي هذا النشاط يشرح المعلم للتلاميذ أنه سوف يقوم بإملاء بعض الكلمات عليهم، ولكن هناك لعبة سيلعبونها في أثناء ذلك، حيث يستمع كل منهم للكلمة التي ينطقها المعلم، فإذا كان أولها حرفا مفتوحا يكتبها في خانة الفتحة، وإذا كان أولها حرفا مكسورا يكتبها في خانة الكسرة، وإذا كان حرفا مضموما يكتبها في خانة الضمة. وينطق المعلم الكلمات بهدوء ووضوح حتى يتبين لهم أصوات الحروف بحركاتها. لا بد أن تتكون الكلمات من الحروف التي درسوها، ولا يتم تحديد الكلمات مسبقا من قبل المعلم. يعني ما ينفعش المعلم يقول له الكلمة دي هملها لك، لا، يملها له فجأة. ولا يتم تحديد الكلمات مسبقا من قبل المعلم أو مراجعتها أو حفظها من قبل التلاميذ، ويكون الإملاء مضبوطا بالشكل. كلمات أولها حرفا مفتوحا، وكلمات أولها حرفا مكسورا، وكلمات أولها حرفا مضموما. أول ممكن أمل التلميذ كلمة دارج. دارج. دارج، ولكن بهدوء. دا را ج دارج، ويكتب التلميذ كلمة درج. درج. وأول حرف مكسور مثل كلمة طفل. طي. طي. طف. طفل. طفل. ويكتب التلميذ كلمة طفل. وكلمات بأولها حرف مضموم مثل كلمة دب. دو. دب. دو. يكتب التلميذ كلمة دب. وكلمة قمح. قا. قم. قا. قمح. وكلمة طي. قط. قط. وكلمة قطن. قو. أول الكلمة قاف. قو. قو. يكتب التلميذ والمعلم يمليه الكلمات بتمهل. قو. قط. 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 قطن. قطن. وهكذا. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي، يحول الأصوات المسموعة إلى رموز مكتوبة وفق قواعد معينة. وهذا تدريب على الحروف السابقة. لاحظ وتعلم. نشاط 1، اختر الصوت المناسب للحرف الاول. اول صورة معايا صورة ايه؟ دراجة. ممتاز. طب الدراجة يناسبها حرف الدال مفتوح ام مكسور ام مضموم ام ساكن؟ دا. دا. دراجة. انطق الكلمة
وتعرف أولها دا ولا دي ولا دو. دا دراجة. نرسم دائرة حول حرف الدال المفتوح. سنجاب. تاني صورة معايا. سنجاب. سي. سنجاب. سي. سي. ممتاز. بحرف السين تحته نرسم دائرة حول سي. تالت صورة معايا صورة زجاجة. زو. زو. زجاجة. حرف الزاي مضموم. زو زجاجة. زو زو زجاجة. الهدف من هذا النشاط وعي صوتي يميز الحركات القصيرة. نشاط اثنين، اكتب الحرف الاول مع ضبطه بالشكل. اول صورة معايا صورة ايه؟ سمكة. ممتاز. نشوف كلمة سمكة تبدأ بحرف ايه؟ سين. سا. سا. ممتاز. طب نشوف الحركة بتاعته. سا. سا. بفتح فمي، اذا هي سين وفوقها مفتوح. ممتاز. سا. سمكة. سا. نكتب حرف سا. تاني صورة معايا صورة دب. دب. تبدأ بحرف دو دو دو. ممتاز. حرف الدال. وايه حركة حرف الدال؟ انا لما اقول دا ولا دي ولا دو ضمت فمي، اذا هي دال وفوقها ضمة. دو. دب. دو. تالت صورة معايا صورة قطار. صورة ايه؟ قطار. قطار. صورة قطار، كلمة قطار تبدأ بحرف قي قي قي. حرف ايه؟ قاف. قاف. طب القاف ايه حركتها؟ قي. كسرة. ممتاز. قي. نكتب قاف تحتها كسرة. رابع صورة صورة مزرعة. صورة ايه؟ مزرعة. مزرعة. اي حرف تبدأ به كلمة مزرعة؟ ما. ما. ميم. ممتاز. طب بفتح فمي ولا بضم ولا بكسر؟ ما. مفتح. ممتاز. ما. مزرعة. مزرعة. ميم وفوقها فتحة. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي وكتابة، يميز أصوات الحروف في الصور المنطوقة ويكتب الحروف باتجاهاتها الصحيحة. نشاط ثلاثة، حل الكلمات إلى أصوات. أول صورة معايا صورة أسد. ممتاز. ودي كلمة أسد. أول حرف آ. أكتب لوحده آ. هحلل الكلمة إلى أصوات. زائد تاني حرف معايا السين. أحسنت. آ. سا. سا. أكتب حرف السين. سا. تالت حرف معايا الدال. أحسنت. أسد. أسد. حرف الدال. تاني صورة معايا صورة طفل. صورة إيه؟ طفل. أول حرف فيها ودي كلمة طفل. حرفه الطاء. طاء. طي. طفل. طي. طفل. تاني صوت طف. الفاء. أحسنت. نكتب حرف فاء زائد فاء. طي. طف. الاثنين على بعض. طي والفاء ساكنة يبقى ايه؟ طفل. تقرأ طف. طف. وآخر حرف لام. طفل. رابع صورة، تالت صورة معايا صورة زرار. زر. صورة زر. صورة زر. تبدأ بحرف الزاي. زي. زر. زي. زر. وتاني حرف الراء. زر. نكتب حرف راء. والهدف من هذا النشاط وعي صوتي يحل الكلمات إلى أصوات. ونقرأ الكلمات بسرعة من البداية. صورة الأسد كلمة آ. س. د. أسد. وصورة الطفل طف. طفل. 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 وصورة الصورة الثالثة صورة زر. زر. نشاط أربعة، اختر وأكمل. اختار الحرف ثم أكمل الكلمة. أول صورة صورة طبق. طبق. طاء. ممتاز. تبدأ كلمة طبق بحرف إيه؟ طاء. طاء. طبق. نرسم دائرة حول طاء ونكتبها طاء. طبق. تاني صورة معايا صورة زبد. صورة إيه؟ زبد. صورة زبد. مكتوبك حرف الزاي. مكتوب حرف الزاي. وآخر الكلمة دال. دال. طب هنشوف إيه الحرف الناقص في المنطقة. دال. أحسنت. زبد. 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 نرسم دائرة حول حرف الباء ونكتبها. تالت صورة معايا صورة جرس. جاء. جرس. جرس. مكتوب عندي حرف الراء والسين. ايه الحرف الناقص؟ جاء. جاء. حرف الجيم. نرسم دائرة على حرف الجيم ثم نكتبه. الهدف من هذا النشاط وعي صوتي وكتابة، يدمج أصوات الحروف ليكون كلمة. نشاط خمسة، كون كلمات من الحروف التالية. ثلاث حروف، أول ثلاث حروف دال وألف وسين.
نكون منهم كلمات. هنجرب نبدأ بالدال. دا آسا ما تنفعش. طب نبدأ بالألف. آداسا ما تنفعش. طب نبدأ بالألف والسين. أسد. أحسنت. تنفع. تنفع. أسد. نكتب كلمة أسد. أسد. تاني حرف معايا حرف الزاي والجيم والراء. زجر. تنفع. تنفع. زجر. زجر. تنفع بس هي كلمة كبيرة شوية على أولى ابتدائي فنشوف كلمة تاني. جا. نبدأ بحرف الجيم. جا. زر. جزر. ممتاز. نكتب كلمة جزر. 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 تالت حروف معايا الدال والزاي والباء. زبد. أحسنت. زبد. زبد. نكتب كلمة زبد. والهدف من هذا النشاط دمج وكتابة، يدمج أصوات الحروف ليكون كلمة. نشاط ستة، اقرأ وارسم. نحاول نقرأ الكلمة الأولى، نعبر عن القراءة بالرسم. أول كلمة معايا دو. دو. دب. دب. ممتاز. يبقى هو عايز صورة دب. نرسم دب هكذا. تاني كلمة جرس. 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 أحسنت. نرسم صورة الجرس. جرس. تالت كلمة قي. قر. قرد. قي. قرد. نرسم صورة قرد. والهدف من هذا النشاط دمج وكتابة، يدمج أصوات الحروف للتعبير عن الكلمة. نشاط سبعة، لاحظ وصل. لاحظ حرف القاف منفصل ثم صله بشكله متصل. حرف القاف وحرف السين منفصل ومتصل، والدال والجيم والزاي. والهدف من هذا النشاط قراءة يميز أصوات الحروف متصلا ومنفصلا. نشاط 8، اقرأ وصل. أول صوت معايا نقرأ أول كلمة معايا نحاول نقرأها مع بعض. قر. قرد. قي. قرد. فين صورة القرد؟ نصل أول كلمة بصورة القرد. قرد. تاني كلمة معايا فا. را. فرا. فراشة. فراشة. أول صورة. ممتاز. نوصل كلمة فراشة بصورة الفراشة. تالت كلمة طاووس. طاووس. تاني صورة. أحسنت. تالت كلمة معايا سما. سما. سمك. في آخر صورة. ممتاز. نوصل كلمة سمك بصورة سمك. أرنا. أرنب. أرنب. الصورة اللي قبل الأخيرة. أحسنت. نوصل كلمة أرنب بصورة الأرنب. آخر كلمة معايا تمر. تبدأ بحرف التاء. تا. تمر. تمر. من صورة التمر. ممتاز. نصل صورة التمر بكلمة تمر. والهدف من هذا النشاط وعي بصري وقراءة، يميز الصورة المناسبة للحرف. نشاط 9، حلل الكلمات التالية. صورة قرد وكلمة قرد مكتوبة أسفل الصورة. هنحللها ازاي؟ أول حرف في الكلمة وأول صوت معايا قي. قي. يبقى قي. أول حرف القاف. قا. قي. قي. تاني صوت معايا قر. ممتاز. قر. حرف الراء. آخر صوت قر. د. د. حرف الدال. وهكذا تحل كلمة قرد. تاني صورة صورة مطر. صورة ايه؟ مطر. طيب كيف تبدأ صورة المطر؟ الميم. كيف تبدأ كلمة مطر؟ ما. ما. نكتبها زائد طا. ما طا. مطر. مطر. آخر طي. كلمة طي. طفل. طفل. طي. طي. طفل. طفل. والهدف من هذا النشاط يتعرف أن الكلمات المنطوقة يتم تمثيلها بلغة مكتوبة. وإن شاء الله كده نكون خلصنا الدرس. انتظرونا إن شاء الله في الدروس القادمة. إن عجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.